واحد من أحلام الطفولة عندي أنا وفؤاد إن نزور برج المراقب الجوي اللي كنا نشوفه دائماً من بعيد وإحنا صغار، ونتعرف على هالمكان اللي صعب على أي شخص إنه يزوره ويتعرف على أسراره. كيفك؟ شرفتونا، تفضلوا دائرة الملاحة الجوية، برج المراقبة الجوية ومركز المراقبة الجوية. نعم. طلعنا أنا وفؤاد على البرج واستقبلنا مجموعة من الطيارات، وصحت لنا الفرصة إن نحكي مع الكابتن الشريف زيد بن علي وندعوه هو وطاقم العمل وكل المسافرين إنهم يتابعوا حلقة اليوم من حلوة يا دنيا. مساء الخير كابتن، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك شريف. معك فؤاد كرشي ورهف صوالحة من قناة رؤيا، برنامج حلوة يا دنيا. أهلا بك سيدي. كابتن حمد الله على السلامة، من وين وصلتوا اليوم؟ من مدينة الكويت. وإحنا بدنا نطلب منك يعني إذا بتقدر تقول لكل الركاب اللي معاك بهاي الطيارة إنهم يحضرونا يوم الجمعة الساعة 9 صباحا على قناة رؤيا برنامج حلوة يا دنيا. بعرف ستي ولو إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 9 صباحا إن شاء الله. شكرا كثير على وقتك، ويعني شكرا على طاقم، وتحياتنا لكل طاقم عمل الملكية الأردنية. شكرا كابتن، باي باي. نحن هنا موقعنا التاور فريكوانسي اللي هو الموجة الرئيسية لبرج المراقب الجوي مطار الملك علي الدولي. الموجة الثانية لزميل الموجود عليها الجراند فريكوانسي، هناك بتعلق بالحركات اللي بيكون طار على الأرض ناحية التاكس أوت تاكس إن من الإبرونز باتجاه المطرح. طالما دخل منطقة التاكسي واي بحول لي إياها، وأنا بكون مسؤول عن عملية الإقلاع وعملية الهبوط. الطيارات اللي بسلمني إياهم الموجة الأرضية أنا باخذ ريليز من مركز الرادار، زملائنا لمركز الرادار تحت. إذا كل ريليز بعمل كليرنج للطائرة، بعمل تعب الباسنج 5000 قدم أو تتعدى 5000 قدم بحولهم، لأن أنا مسموح لي الأثورتي لغاية 5000 قدم من جراوند لغاية 5000 قدم، بعد 5000 قدم بصير مسؤولية مركز الرادار. بتطلع من تتحول أيس. وبالعكس لما تيجي إنباوند الطيارة قادمة من أي بلد تاني لغاية 5000 قدم أو 6000 قدم بتكون أند جراوند، بتكون مسؤوليتي أنا، فهي بتكون مع مركز الرادار. بالعكس يعني بتكون بحول لي إياها على 5000 قدم، وأنا بعدين باخذ الإجراءات وبنزل الطائرة. من برج المراقبة انتقلنا مع السيد محمد لمركز المراقبة الجوية الرادارية، وعلى فكرة احنا اول كاميرا تلفزيونية بتدخل على هالمركز. اهلا وسهلا فيكو، احنا الان في مركز المراقبة الجوية الرادارية تابع لاقليم عمان، تفضل. احنا الان في مركز المراقبة الجوية. مركز المراقبة الجوية الرادارية مقسم عنا إلى ثلاث قواطع، قاطع الاقتراب يسمى قاطع الأبروتش، وقاطع الوست اللي هو القاطع الغربي، وقاطع الإيست وهو القاطع الشرقي. كل قاطع مسؤول عن حركة طائرات معينة، إما محددة بالارتفاع أو محددة بالاتجاه. هذا قاطع الأبروتش اللي هو قاطع الاقتراب مسؤول عن تنظيم الحركة في الثلاث مطارات الأردنية، مطار العقبة، مطار ماركة، مطار الملك علي الدولي. الرادار إندرا هذا متطور، الرينج تبعه عالي، مداه بما يقارب 250 ميل. الحركة هاي الآن اللي بيشتغل فيها المراقب الجوي، عندنا أربع طائرات متجهة تنزل في مطار الملك علياء، كل طائرة بتأخذ سيكونس ترتيب وتعليمات معينة، إما بالسرعة وإما بالارتفاع، حتى يصلوا لمطار الملكة عليا بمسافة 7 ميل ما بين كل طائرة وطائرة. عمل المراقب الجوي في مركز الرادار عندنا هون مش روتيني، يعني حسب الحركة اللي بتيجي، الحركة اللي بتيجي الآن تختلف عن الحركة اللي إجت قبل ساعة، بتختلف عن الحركة الجاي، لأنه بلحظة من اللحظات تكون جيتنا حركة من الغرب من جهة إسرائيل اللي هي جاي من أوروبا، في عندنا حركة اللي بتيجي من مصر من الجنوب، في حركة اللي بتيجي من مطار ومجال سوري أو من المجال الشرقي اللي هو من جهة العراق. هاي الشاشة، شاشة الرادار، هي اللي بأخذ منها المراقب الجوي معلوماته لما بحتاج إلى الطقس أو النشرة الجوي أو معلومات ثانية، بأخذها من الشاشة المقابلة اللي بتعطيه الضغط الجوي
سرعة الريح، درجة الحرارة، ومدى الرطوبة. دوامنا أكيد حكوا لكم الشباب، إحنا بندوام ساعتين، ناخذ بريك 1 اور. يعني هلا انتم شايفين لايت ترافيك شوي قليل نسبيا. يس هلا نسبيا يس قليل في هاي الساعه. يس لو اجيتوا قبل ساعه كان شفتوا كيف العجقه، كان يمكن ما فوتونا منيح اللي اجينا هلا. بالضبط كان ما فضينا نحكي معكم اصلا. انتوا اللي بتودوا لبرج المراقبه او عملكم يبدا اولا وبعدين بتعملوا ترانسفير لبرج المراقبه؟ هلا اذا انت بتحكي عن الانباوند، يس اذا انت بتحكي عن الانباوند، احنا اول شيء اكيد احنا بنستقبل الطياره من الدور المجاوره وبنوصلها لعند المطار. استقبالكم للطياره بيكون كلام صوت ولا يس؟ لا لا فوكل، يس صوت، وبناخذ استمت عليها. يعني على سبيل المثال هي الجوردين 731 رحله مبينه جايه من الرياض لكوين عاليه ليفل 360 المفروض يوصل عندي انا للاردن. السبيد كل شيء بكون حاطه الطياره عنده بالكوكبيت ببين عندي هون. نوعها ايرباص 340، يعني الاشي الوحيد اللي ما ببين بس مثلا عدد الركاب، على اي فريكوانسي راح يجي، ديستنيشن، كل شيء فل انفورميشن بيجي لعندك. قديش تقريبا ارتفاع مسافه دخول الصوت؟ انليمتد انليمتد يس، غير محدود انليمتد. طبعا هذا اللي هو فلايت ليفل 360 طبعا اكيد يس، ما هو بده يكون في الطائره اكيد. وبرضه نفس الشيء لازم الريسيفر يكون عندنا بيستقبل. يس واضح انه كويس. يس اكيد، بس بعد اذنكم جودين 542 امان كونتاكت ابروتش 1289 جري. في طياره كانت على وشك الوصول بس فؤاد اسئلته طبعا ما بتخلص، لهيك اضطريت اقاطعه. اكيد يس الظروف الجويه كثير كثير بتاثر. لا هلا ما في شيء، اليوم الجو كلير جود. لا سام تايمز بالشتاء بيكون في عنا clouds around area معينة، بتضطر تاخد الطيار vectorings around. طبعا أنا ما حكيت لكم هاي lines الصفر تقريبا أو الخضر خلينا نقول، هم الروتس اللي المفروض يمشي عليهم الطيارات، يعني مش بأي مكان أو بأي نقطة بيقدر يدخل الأردن أو يمشي. Today 518 عمان وعليكم السلام، identify clear كنا على 26 left كان H1020 report ready for descent. مرحبا كابتن، احنا معك رهف صوالحة وفؤاد الكرشة من قناة رؤيا، برنامج حلوة يا دنيا. يا اهلا. الطيارة من وين جاي؟ من الجزائر. من الجزائر، الحمد لله على السلامة، وهي زميلي فؤاد كمان بحب يحكي معك. مساء الخير كابتن. الحمد لله على السلامة أنت وكل طاقم الطائرة وأيضا المسافرين. إحنا من قناة رؤيا، قناة فضائية أردنية، بنرحب فيك. طبعا أنت إن شاء الله هذا التقرير راح يكون يوم الجمعة صباحا، فإذا بكون لكم مجال أنكم تتابعوا. الله يجزيك الشرف فيكم دائماً. كل أردنية آخر طلب أنه تنقل تحياتنا إلى كل المسافرين الكرام، ونتمنى لكم إقامة طيبة. طبعاً تحيات كل الفريق هون موجود أيضاً من موظفين المراقبة لكم، وإن شاء الله نتمنى لكم إقامة سعيدة وأيضاً مغادرة المملكة بسلام إن شاء الله. الحمد لله على سلامة كل المسافرين، وإن شاء الله بتقضوا إقامة حلوة وممتعة بالأردن.